مرحبا شباب. زمان على الشرح، زمان على الشرح. لما حضرتك تروح تعمل فحص الجسم اللي هو الامبادي او البادي كومبوزيشن، بيطلع لك في النتيجه بتاعت فحص الدهون نقطه مهمين جدا هي الفات ماس، والنقطه الثانيه هي الفات فري ماس. ايه الفرق بينهم او هما ايه بالظبط؟ خلينا نتكلم على الفات ماس الاول. الفات ماس هو كل نسيج دهني يخزن داخل جسم الانسان. نسيج، ركز على كلمه نسيج، وبيكون موجود في اربع صور. اول نقطه هي الاقلهم ضرر واللي احنا بنشوفها كلنا، هي السب كونتينوس فات، الدهون التي تخزن تحت الجلد، سواء بقى في الدراع، سواء في المعده، سواء في الرجلين، في الارداف، في اي مكان. دي اسمها سب كونتينوس فات، ودي اقلهم ضرر في النتيجه الفعليه، لان هي بعيده عن الاجهزه الداخليه. لكن غالبا ما يكون ارتفاع السب كونتينوس فات مرتفع بانواع دهون ثانيه هذكرها لك بعد شويه. قلنا أول نقطة في الفات ماس هي السب كونتينوس فات، هي الدهون التي تخزن تحت الجلد، ودي بيكون حجمها كبير جدا في الجسم. ثاني نقطة وهي يعني أقلهم ضرر كمان، هي الانترا ماسكولار فات، يعني الدهون التي تخزن داخل الأنسجة العضلية بتاعتك، ودي طبعا غير مهمة أو غير ضرورية نهائيا بالنسبة للاعبي كمال الأجسام أو الناس اللي بتعمل يعني بادي شيب، لكن على العكس إن هي مهمة لواحد رياضي تاني، مثلا واحد بيلعب مسافات طويلة تحمل، أو إن هو بيلعب أي رياضة فيها تحمل، فالإنترا ماسكولار فات مهمة لأن هي بتمد بطاقة طويلة جدا. النقطة الثالثة وهي تبدأ في زيادة الخطورة بتاعت الدهون، وهي إكتوبيك فات. يعني إيه؟ يعني هي الدهون اللي موجودة داخل الأجهزة الحيوية بتاعتك. يعني مثلا القلب هتلاقي فيه إكتوبيك فات داخل القلب نفسه، أو الكبد مثلا، أو الكلى، أو الأمعاء، دي اسمها إكتوبيك فات. وطبعا كل ما ارتفعت كل ما سببت خطوره جدا، خطوره عاليه. والنقطه الاخيره في الفات ماس هي اعلاهم ضرر واخطرهم واعلاهم خطوره، والدي اللي ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا، هي الفاسكولار فات. يعني ايه؟ يعني الدهون الحشويه، يعني الدهون اللي بتكون موجوده على الاعضاء الحيويه بتاعتك من داخل جسمك. الاكتوبيك فات جوه الاجهزه، يعني جوه النسيج بتاع الجهاز الحيوي بتاعك، لكن الفاسكولار فات بتكون مغلفاه، يعني بتكون متراكمه عليه من بره. فتخيل مثلا عندك الكبده او القلب او الامعاء او البنكرياس او اي حاجه عليها مجموعه من الدهون او عليها كتله من الدهون مغلفاها، فاكيد هتعيق حركه، هتعيق ادائها، واكيد هتؤدي لمشاكل عاليه جدا. فالدليل من الكلام ان مش كل الدهون اللي انت بتشوفها في جسم الانسان اللي قدامك هي عباره عن كرش او دهون مخزنة تحت الجلد، لا، على العكس، ممكن تشوف شخص طبيعي خالص وزنه كويس وما عندهش كرش، لكن الفاسكولار فات عنده عالي والإكتوبيك فات عنده عالي، فبالتالي تلاقي عنده مشاكل صحية. وهنروح للموضوع الثاني وهو الفات فري ماس، وهو يعني نون فاتي تيشو، يعني نسيج غير دهني، دهني غير نسيج، مش عارف. المهم ان هو لا يخزن في صورة أنسجة، ان هو بيكون حر في الجسم. يعني ايه؟ يعني بيكون موجود في الأظافر، بيكون موجود في الشعر، بيكون موجود في الأسنان، بيكون موجود في العظام، بيكون موجود في الأربطة، بيكون موجود في الغضاريف، بيكون موجود داخل العضلات بتاعتك كمان. لكن أهمهم بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في الدم، اللي هو الـ LDL والـ HDL. تمام؟ يعني لما حضرتك تكون إنسان طبيعي، الدنيا تمام، وزنك كويس، عندك عضلات، كل حاجة كويسة جدا، لكن تروح تفحص دم تلاقي LDL عندك عالي، فده معناه ان الكوليسترول الضار عندك عالي، اللي هو نوع من ايه؟ نوع من انواع الفات فري ماس. فيا عزيزي، مش كل الكروش اللي انت بتشوفها قدامك هي غير صحية، بالعكس، ممكن تشوف واحد وزنه زايد لكن جسمه من جوه كويس جدا، على العكس انك تشوف واحد كويس جدا وعنده عضلات وتلاقيه متبهدل من جوه. وكمان لما تروح تعمل فحص الدم تلاقي مثلا التوتال كوليسترول عالي، فده معناه ان الفات فري ماس اللي موجود في الدم عندك عالي، معناه انك في عندك دهون عالية في الفات فري ماس، فده برضو كمان يعتبر نوع من انواع الدهون اللي موجودة داخل جسمك، وطبعا ارتفاعه ممكن يكون ارتفاع من الكوليسترول الضار ويعمل لك مشاكل صحية. وهذا يا عزيزي ان لا يعني ان كل ان الكرش او الدهون المخزنه تحت الجلد عادي الموضوع، لا، كله مضر، لكن الدهون اللي تحت الجلد هي اقلهم ضرر، وغالبا ارتفاع الدهون اللي تحت الجلد بيكون مرتبط بارتفاع الدهون الداخليه، نفس الاكتوبيك او الفاسكولار فات. هذا يا عزيزي والله اعلم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونشكركم لحسن الاستماع.